السلام عليكم ليكيب، شنو تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، هنا بينا صوروا بحدا لاسيتي وجاس، لبين لاسيتي وجاس وشون عسكر، حاطين ديريكسيون رون بوان تاع الحطاب. روحوا مع عملكم مرة ويدينا نبداو ان شاء الله. يتم كشف وزير ودى الفدية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مرداد عن إعداد محطة عام جديد للمخاطر الكبرى قصد تحديد مناطق النشاط الزلزالي وإنشاء مراكز فرعية للتنبؤ بالكوارث. جاء هذا خلال إشرافه اليوم على أبواب مفتوحة حول مركز البحث في علم الفلك بمناسبة ذكرى 20 لزلزال بومرداس، حيث نصب الوزير مراد السيد حمود بالجودي مديرا عاما جديدا للمركز. نستمع لوزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا التسجيل. الصروفات العمومية الحمد لله اليوم راهي بين وعيها وتشيك ثبتت في المحطات التي لا بد ان تكون هنا وهناك لتنبؤ بهذه الكوارث والتصرف معها بطريقه جديده. يتم اعداد المخطط العام للوقايه من الاخطار الزلازل الذي يحدد تسيير مجموعه المناطق المعرضه لهذه الاخطار قصد الحصول على المعلومه المناسبه وتنظيم اعاده توازن المنشات واعاده نشر المستقرات البشريه، ويتعين تؤخذ بعين الاعتبار ضمن هذا المخطط العام للوقايه من اخطار الزلازل نتائج دراسات المخاطر والمناطق الزلزاليه الدقيقه التحديد في التخطيط للهيئه العمرانيه بالنسبه للمناطق المعرضه للزلازل. تربويا، اتخذت وزارة التربية الوطنية كل التدابير للتكفل بالسير الحسن للامتحانات الوطنية لدورة جوان ضمن شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا والتي يتقدم لها هذا العام أزيد عن 1.5 مليون مترشح. نستمع لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم. بيدير كيونيوتون يبين بلي راح يقار يخرج الصوابع خارج الصواب ويشاور لي بالصواب. وقد شهدت تعداد المترشحين للامتحانين ارتفاعا مقارنة بالدورة السابقة 2015 مترشحا إضافيا 1797 مترشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة المواضيع لم تخرج عن دروس المحكمة معالجتها حضوريا في قسم مع الإشارة إلى أن جميع المؤسسات وطلع العريض مرجوع قررت وزارة التربية الوطنية توظيف مساعدين لمرافقة التلاميذ المصابين بالتوحد بداية من الدخول المدرسي القادم، حيث يتم توظيف نحو 400 مساعد لتحسين التكفل التربوي بهذه الفئة الهامة داخل المجتمع. قرار وقعت به الجمعيات المهتمة بالمصابين بالتوحد وخرج بلاك لينيوتون في خاطر من هويت زي ريش عليك بيدور دار بنيوتون صار خرج من دار يفجعك بيدير لك الفجاعة. Thank you.
واحد يحب يبيع لنا الباسكيت في ديك الزهار، واحد يحب في حانوت يحب يبيع لنا ديك التيانة تاع الزهار. تيانة 84 بزاف. واش 84؟ 84 ألف كعبة. وي كعبة واحدة تاع طفل صغير خلا تاع واحد 29 ولا صغيرة. 30 تاع ميم با 29 ولا 48 ألف. 48 ألف ولا 84 ألف؟ لا 84000 84 لا 48 48 هو داك هذاك هو؟ شي با انا شفت واحد هذاك هو تاع الدراري الصغار تما 2 euros صغير اخويا هادشي 50000 ما قد دير والو درك اخويا صح تخش لحانوت درك تشري باطا فورماج حنا شفنا دي شرا باسكيطا ياس كوميت ها اش في الباسكيت 2008 ولا شكون؟ واه شنو والله 280 شراها ما؟ واه كبار كبار اون بليس. والاخر قال لك قداه؟ 48000 لا 480 480 انا 480 يا سلام تاع صغار هاكو يا سلام مكتوب انا 84000 نو ديفيرونس كبيره ودرتي شفتيهم في مغازين اخرين قد يديروا ديجا كبار تاع كبار ما كانش صغار خلاص لا شفنا تاع واحد يبيع لنا 200 و800 ماشي تاع صح تبي يعني كو ايميتاسيون ها وهو رحنا عنده سي ايميتاسيون قالنا 480 صغار تاع البوسي 480 اخويا ياسر ما 500000 500000 بزاف ياسر قالك شريتو ب 280 تاع الكبار باش غادي تشريتيها فير هذا 280 وي والله مشو حر حر هذا مشو حر لا مشو حر صار له خروسي مشو حر يا صغير هذاك مشو حر وي مشو حر هذو تاع اللي تاع في هذيك المارشي تاع الحوت هذيك في هذيك الدخله هذيك في التونيل عرفت التونيل تاع المارشي الحوت ولا التونيل الاخر؟ التونيل تاع المارشي الحوت ماشي صح هذا هذو ما 2008 هذا كبار هذا 2008 لا مش هذا 208 مش حر ياسر يا بني الصبه تاع بيبي قال لي لازم تشوف لي ماغازان الاخرين قد يحسبوا فيها فهمتي باه تفهم بيان الحكايه صح والله بالك شي يبيعوا هكا قدر صغار اغلى من هذا هي سبق انا ما فهمتش انا كنت درت لي دوره زدت شفتي بيان وجامي تشري من عند الاول ديما يشري في دوره كومباريزون بعد ارجع فهمتي شوف وانا شوف الفرق بيناتهم يعطيك الصحه سي ساعات كي انت تفهم هكا وهي ما فاهمه دوك تقدر تشوف تقيس فهمتي وكلش من بعد تقول له ندير دوره ونرجع لك مع 2000 هما فهمتي ندير دوره ونرجع صاحبي راه ديس دوره شوف بيان زيد تربت بيان زيد تقيس تشوف البري زيد تشوف كذا في عقلك من بعد ترجع له تقدر تشوف الفرنسي كي بار فرنسي شويه صافا تفهمني تو كون جو بار فرنسي J'habite à Cité Palmier, tu m'amènes là-bas, c'est bon? C'est bon, Cité Palmier, hein, je sais pas. Grippe, non, c'est pas. Ouais, qu'est-ce qu'il comprend rien? Wallah. Wallah, t'as vu les jeunes? Boulou, quel mal, il comprend pas. Ouais, c'est rare, les jeunes. Ça, ouais, ça, t'as vu, après des coups, on a le français, t'as plus pas, y'a des moelles, t'as vu. ما شوف ما قراو ساكن قد قد ما
ما خلطوا كيما نقولوا احنا ناس هكا فهمتي والو ما احنا الفرنسي بكري تعلمناش في ليكول يعني باش تحاول تفهم تعلمناه لبرا وال برا شنو بكري يجيب لي زيميغري هكا فهمتي يقصروا معاهم لا فامي نتعلموا معاهم نفهموهم فهمتي كيما انا باغ اكزومبل قريت لونجلان بصح ما نفهم والو حمار فيت فايك لو ميو سي تروح لانجلتير يعني في بلاك تحكي كوم سا ياسر لا كاسك عم بالك تفل جرافيك ولا ياسر ترى في فرنسا ترات وسيو كوم سا يسوقوا بلا كاسك وسي في فرنسا مش غير في الجزائر والله يلقاو ولا حوسوا عليه ما لقاوش لقاوه دو جوغ ابري ميت راسو تفل جرافيك والله دار هذيك طلع روضه وطاح وتفل لك على راسه وخش في واحد الشجره تبيك بات تاعها مات يعني غير شي صغير شكون هذوك الدراري صغار هذوك تاع في لي جون تاع 15 16 17 18 20 22 هذوك تاع في لي جون تاع صغار وزاد لقاو الماتريال ما فرتش ولا موتو تاعها على راسك سي فيني ماشي كيما طوموبيل راس واعر اخويا الموتو تاع سي بون المناعتي يحبس نصك شبيك هذا ماشي ياسر واحد نصه يحبس واحد يعرى من عينيه فهمتي هذا ما يشوفش اكسيدون خفيفه راس واعر الراس اكزاكتومون والله انا شي با انا والله دي وبليجي تصرات لنا كي تاع موتو طاح وتفل اه ربي يموتو ياسر هنا راه يموتو ايه قداه من خطرة اخويا وبيتمون والله يموتو بيتمون طوموبيلات على راه طوموبيلات هذاك وشي هو ديكا ليكيفالون تاع الناس اون كار تاع الناس اللي يموتو في في الحرب في الطريق شغل لونغير حنا تشوف لي ستاتستيك ولا شوف لي ستاتستيك تشوف خير اخويا كل البلاد هادي نورمالمون حي في حرب شغل الناس اللي قاعدين يموتوا كل يوم في الطريق صح يموتوا بزاف يموتوا ياسر الجيري مش بيك من كلاس يا الجيري يسكي وما يمشيوش بالكود فهمتي واحد ما يماركي ستوب واحد ما فهمتي لكن تاكيد ما تماركيش ستوب ماركيش ستوب تخرج ديرك يوتو روت هاك ديرك تموت كي تحرق في روج هاك تموت فهمتي كي يحرق في روج تحكي ما تقول له خويا واش بك حركت ديك النهار واش هذيك النهار قد الف من خطره يقول لك لا غير انا واش كيف غير انا ولا يقول لك واش حتولي لنا بوليسي اه والله سي ثم نركب معايا بوليسي انا الله يقولها اليوم جينيرال الناس اللي يسوقوا في الاوروب تلقاه ما ينجموش يسوقوا هنا في البلاد توس وسوا في مارسي تا وي يسوقوا كيما البلاد مارسي انا طبيعي عشت في مارسي ونسوق كيما انا نورمال تا نخش تا واني فهمتك عندي خويا يخاف معمد اي خايف قد يوسف لما يشوف هكا قريب يكسر يعايروا على بعضهم زوبيني يبان لك شغل لوني عندي خويا انا باش يجي هنا يغمض عينيه قالك معاه با يقول لك تحكم هكا يقول اه خد بالك تو تقيس وهو نورمال يعني تبي تسوقوا بالاكسبريسيون تاع الوجه فهمتي تشوف وجهه ودي باين راح يخليك تعدي ولا مش راح يخليك تعدي باين والله سي ساعات تشوف كار كيران يجي هكا ولا يخوفك وكاين وحايد كيخشوا الانترسيكسيون يدور وجهه شغل يدور وجهه هكا باه يقول لك تسمى عم بالهم باللي وش قاعد يشوف يخليه يعدي يصدم ديرك يصدم سان فوار ترى ما كاينش هذا الشيء كيما في صيفا هو كان موفيتون موفيتون يوم عدت شفت يسرى ماذا بيا موفيتون ليه خشوا هنا يبالني نا ليه في سيتي بوليس سيتي بوليس
لا انا ما نحملش، قالوا لي انا قدام ما نجي جيت في قالك انت جبت النو جيت في في في, في الحد صح من قدام الحد ما كان كنت سخنه قالك سخنه تاع الصيف يعني قالك كاينين يبحروا يا عمو في البحر لو كنا في ريسك كبير عندنا كان هي فض الماء باراج فرق تاع الواحد او كي صبت صبه دي بها تعمر وكان راه يعدي عام كبير مازال ما جاناش المعبد والله العظيم ولا بنت تكون صحفدوا بالماء والله انا وخويا كنا نتوضاو بالخيط ولا سي غير باسكو ما نمش بنمش بين الطبيعه عندي ريزرفوار وبيتيه تاع 150 بس عندنا صافي يقول احسب صافي من الحد اللي فات سمانه واش عندنا ريزرفوار تاع 800 واش يجينا يجي هادوك هذيك لي كلاسيو قدا فيه ريزرفوار قدا فيه 75 واحد وواحد تاع 150 احسب احسب خاصك 750 وواحد 150 احسب برسك مغرب 100 فوالا 900 900 جديد مومون لازم برك الوقت تاع برك لازمك واحد زوج تاع 2000 لازم تاع 1000 فهمتي احنا ما نجيوش بالطونط 1000 واه جسع بالي صافي عمالي جسع يكفيش تبي كاين مشكل 900 قليل سي جوست هي الناس كلهم مركبين شتي هذاك هذاك هو 100 الناس كلهم مركبين 100 ودرك الناس كل قاعدين يخموا يجيو يزيدوا الدوزيام لا انا عندي واحد قديم على بالك قديم تبي تاع الحديد وي مش تاع بلاستيك تاع حديد حط لي جوست هنا فهمتني ركب واحد اخر خير زيد معاه فهمتي اونشيني معاه بعد اونشيني يولي مع بعضه يا صاحبي اتلو عندك صرف ولا لا؟ كاين صرف شوف نعطيك نورمالمون يفو دو صرف اعطيني 800 ولا تحكم 200 ليك اعطيني جوست 800 ميرسي بوكو اسم اللي خربطنا سي بون هكا يحفظ حبيبي ربي يعيشك كيش ما تعطيني سينو تعطيني احكم لبيت 5 تحب تحق منا تحب تدي شويه صرف 200 اعطيني جوست 200 تاع 200 فوالا راني صرفت لك 50 فوالا بارك الله فيك تاع خويا ميرسي عايشك خويا يرحم ولدك ربي يحفظك سي سلمى بارك واحد والله زيد واحد اخر اودي والله دوخ ضاي هذوك تبي لي كلاكسونين اللي عندهم الغزاغوا يجي يبيعوا الماء هو ما يطلع لك الفوق نا كاين واش من ايداج انت 5ام يا الحكشه 5ام بالزهر ما تيو على قد قدر تشري تيو قدر انت تشري تيو تحقو ديما فهمتي او يجي تيو تاعها ويجي خشيه فهمتي فيه يبيعوا الباكي بركه فيه واحد 25 متر هكاك حطوا ديما تاع في البالكون فهمتي كي تحب تعمر عيط له يجيك درك السيتر ما يتعمل الواقي ب 400000 يعمرك كيفاش يعمرك 1000 يعمرك كلش ب 400000 400000 يعمر لك الدنيا كامله زعما ما يلحقش لازمك تشريها ويتباع في الكينكيري وكاين كينكيري هنا شتي كي تخرج منها والدور هكا واش رايح سيدي ابراهيم او تما كاين كينكيري وي سي بون عرفتيها وي فيها الغومب الانترسيكسيون هذاك قبل شتي كي تخرج من هنا كي تروح والدور هكا الدروات كاين واحد تم وحل جديد واحد جديد تحكي لي على واحد وكاين واحد تياوات يجيو فيه متريات جي ازرق وجي اخضر هذاك راه خشين باه يجي عقد الموتر تاعو سي بون فهمت حطوه في الدار كي تحب واحد النيميرو تاع واحد فيهم فهمتي وكاين حتى يلحق حتى 5 هذا شو يقول كومبيان قداه نورمالمون ايطاج في واحد 4 متر هكاك وانت في 5ام 5 فوا 4 ديجا 20 نزيدها ريد شوسي هاي 24 انت لازم لك واحد في عمر الدار واحد الواحد واحد قداه انت لازم لك واحد 40 متر فوالا عمر الدار 40 متر تما وخليها عندك فهمتي عمر به ديما وشنو هو يعمرك غير تي ما عمركش يعني ما يطلعش يقولك واش يقولك ما يوصلش قدر تلقى عنده قدر ما تلقاش تسقسيه لكن نقول لك عندي سي بون احكي النيميرو تاعو وتعمل معاه هو
لكن قال لك ما عنديش اشري واحد اخويا حكني رودي ويجي ويبرونشي ديريكت في الفيديو تاعو يربط بالشومبرايير هو فهمتي ومن بعد يعاود يبات لك يبومبي لك الماء واه واه انا فهمتك نشوف معاه سي عنده ما عندوش نحكم النيميرو تاعو وكي نشري نقولوا ارجع وخليه تاعك انت في البالكون فهمتي 35 متر نورمالمون تكفيك انت واه نورمالمون تكفيني واه تكفي باسكو لا راني خايف باسكو سورتو تاع في على حشك تاع بتاع لي تواليت لا شوف اخويا من الاخر لازم لك واحد كيما هذاك شوف شتيه الاخضر هذا يا هذاك هذا فيه كم هذا هذا فيه 100 شوف كاين تاع شو اسمه كاين واحد لامارك ملاحه يقولوا لها سلسبيل سلسبيل المول واحد تاعها الريزرفوار تاعها يجي مارون هذا كيما هذاك فوق هذاك هو او يجي مارون شوف كاين فيه 750 وكاين فيه 100 وبوركو يشري تاع 100 باسكو فيه 4 كوش ولا فهمتي الكوش تاعو زيد زعما صحيح يدير 18000 دينار هذا كيفاش قلت لي سمي لي لا لا سلسبيل سلسبيل يشري ايش فيه المارون هذا حتى لو كان نسيتي اسمه قبر المارون برك وقرا اسمه مكتوب فيه قبر سلسبيل سي بون سي بون برك ملاح يعمل 18000 كثر خيرك عايش كخويا هاي في الأمان أخوان ريزرفوار واحد هذه ما بقاتش تكفي 1000 ما بقاتش تكفي لازم زوج تاع 1000 بالفعل
وهو
جمع هذه القصة كان فضيتي طرقت له أنا جاء حاجة هدوها أمك رسل طار يشارك هذك هدوها قرعة ما هي مشوك شرعة قرعة طار ما هو رسل مقام كانت واحده اخويا دخلت دي الاولى لا يستر وبعدين كلي زوكلي كانت سبعه الحوانت حامله يرجع ريت
كي عاد مو فيتون ظهرك. الحمد لله كيف ربي يعطيك صحتك ان شاء الله. حبس هنا هكا. انا نطلع بالدرجه ونخرج نخرج بالدرجه من عيط على الجيران. الحمد لله كذا. صح يا اخي ربي يسامحك. فيها مازال في رمضان ايضا درنا فيلم قصير بعنوان لاشاتيني ريسبيراري دعني اتنفس، وهو فيلم قصير يتحدث عن التهميش اللي انا كان ليا في دور صغير هكذا ما ظهرش وجهي ولا حاجه، اللي كان ليا دور لاني نحكي على التهميش. التهميش اني كاتبات تمد سيناريو المنتج، المنتج يضربها بالسيناريو الوجه وما يتقبلش العمل لانه ماهيش ما عندهاش مازالت ماهيش مشهوره، ما يبدوش فرصه للمبدعين الشباب، لازم غير يجيهم اسم معروف باه
ونتعامل معاه، بالرغم انه يكون يقرا مثالي بين السيناريو والعمل قد يعجبه. يعني صح الخبرة تلعب دور وشهرة تلعب دور، ولكن أيضا قادر تلقى شاب يجيب لك سيناريو الله يبارك يعني متكامل من كل من جميع النواحي. هاجر، هي الفكرة نحو الاحترافية إن شاء الله، لأنك المرة الجاية إن شاء الله ناوية إنه الأفلامك تتمد لمخرجين آخرين ما تبقايش إلا أنت يعني، وهي فكرة إنك تكون ربما مساعدة مخرج في عمل ما، ومنها أنت تكسب الخبرة وطريقة كأنك أنا اللي يهمني أكثر يا دنيا والله العلي العظيم، لا تهمني لا شهرة لا مال، شتي أنا الفيزياء تاعي إنه نشوف النص تاعي لأنه بلا روح نشوف يقطع طول روح النص، نشوف جسد يتمثل هذيك عندي بالدنيا، لا يهمني الإخراج بدرجة كبيرة على قد ما نحب إنه العمل تاعي يتجسد، كأنه عندك دنيا الدنيا لا تتحرك، يعني ما كانش دوبا اللي نحط لهم روح ولا حاجة، هي هكا تكون صغار الدنيا تتحرك تعجبنا، مش كيما الدنيا جامدة العمل انه يتجسد يكون عنده روح عندي بالدنيا. الله يبارك ان شاء الله يا رب. يا هاجر كل ايامك تكون ان شاء الله يعني حلوة بالنجاحات وتستهلي كل النجاحات، فيبقى نروح الى عالم الكتابة اللي هو يعني مهم بالنسبة للمشوار، كونك يا هاجر تكتبين وتنشرين في بعض يعني الجرائد وبعض المجلات. نعم. يعني وكتبت مؤخرا عن العدد القليل. نعم. بمناسبة شهر التراث. نعم. جميل جدا. حطينا عن هذا الناس مش حبيت تصلتي يعني أو ما من النقاط وما اللي حبيت تصلتي يعني حتى. أنا حبيت نصل في الدور على الجانب السلبي من العدد التقليد، لأنه شئنا أو أبينا العدد التقليد لديها جانب مظلم. بس أنا أحترم العدد التقليد فيما يخص العادات والتقاليد المرتبطة بالهوية الوطنية، خط أحمر وهي بلغازة، ولكن يوجد البعض من العادات والتقاليد يا دنيا عزيزتي بالية وفي نفس الوقت الكثير من القلوب، حتى سوني كيفاه سوني ايش دير؟ من حين أحيانا من ملكينا حاجة التي وضعها إنسان ميت مدام سونيت ما كاينه حاجه من كتابي سوني يعني زيدي شوفي معاها نقولي وحدك وحدك فيها ممكن انكرتي واللي بالعكس ما تفيدناش ودورنا بالعكس مشكلة سنة دوك أن يسوق دوك عاك شو نعاود العادات والتقاليد التي تتحكم في اختيارات الفرد خاصة في الارتباط في الحياة العملية في الحياة الدراسية في الزواج في حلي الفورنو حلي قدراته وانطلاقه في الحياة دوك نجي تفاصل دوك نجي حلي دوك نجي حلي حتى نجي صح حلي دوك نجي الحفاظ على تقاليدنا العادات المثلى، ايضا نساعد
بعض النقاط كما ذكرناها السلبيه في عاداتنا وتقاليدنا اللي تبعتنا ما تقبلناهاش. هاجر ايضا بالنسبه لنصوصك تكتبين يعني تلاحظ في مواضيع متعدده، تكتبين ايضا الخواطر، تكتبين نصوص حره وتكتبين الشعر ايضا. نعم قلم زئبقية الهدف في أول حوار قلت لك يا دنيا أنا ضد إني متخصص في نوع معين. البعض يقول لي هاجر بما أنه عندك مجموعة قصصية للأطفال لماذا تتخصصين في أدب الطفل، البعض لماذا لا تتخصصين في المسرح، كي يقولوا لي تخصصين نحس يخنقوا فيا. قلمي حر لا أريد أن يلجمه أحد، أكتب أينما أجد راحتي. أينما تجدين راحتك، لكن بعد عمر من الكتابة نظن أنك ستستقرين في نوع ما وفي تخصص ما يا هاجر إن شاء الله. هي الدراسة أيضا الآن تخليك يعني تهتمي لأن تخصص النقد، أنا تخصصي النقد، دراسة نقدية نقدية، فمع الوقت راح نشوفك تشوفي أي الأنواع الأدبية والكتابات اللي تميلي لها أكثر واللي تستحسنينها أكثر وتنجح. سوف تنجح كفة المسرح. كفة المسرح كيف أصلتها من البداية؟ يعني ربما سوف تجدين هاجر تكتب هنا وهناك وهناك، ولكن الكثرة ستكون للمسرح بإذن الله. جدا عزيزتي وربي يوفقك إن شاء الله. بالنسبة للدراسة وبالنسبة للنقد ونحن بحاجة كبيرة إلى نقاد، يعني لأنه عندنا الأعمال وعندنا كتاب وعندنا، لكن نقاد نرم قلال ونقوم أكاديميين، لكن في بعض الأحيان لما نلقى إلى عائلة الصحفي والمدير العام الأسبق لصحيفة الشعب فريدس بن بلة الذي وافته المملكة اليوم عن عمره 66 عاما، وجاء في التعزية ببالغ الحزن والأسى بلغ المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية نبأ وفاة المغفور له بإذن. وهذه قراءة ثانية للعالمين. وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يعلن في الذكرى العشرين لزلزال بومرداس عن مصير قانوني جديد للوقاية من المخاطر الكبرى. في اليوم الثاني من أشهر الملتقى الدولي حول الحد من مخاطر الزلازل، المشاركون يراهنون على الخبرة التقنية والهندسية لضمان سلامة البنايات. استحداث أول حاضنة بولاية الجنوب لمرافقة حاملين الشريعة الابتكار، وخبراء الاقتصاد يؤكدون على ضرورة الاعتماد على الاستبيان الاقتصادي لإحصاء المنتوج الوطني والتقليص من الاستيراد. النكبة جريمة مستمرة والعودة حق، شعار ندوة دولية بالجزائر غدا بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومنظمات دولية داعمة للقضية. انتصار جديد، القوات الروسية تطور سيطرة على الريش أوكرانيا
البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيرن ريديو وعلى أبل ستور وجوجل بلاي. الإشهار على أثير الإذاعة الجزائرية. سرعة انتشار وفعالية بكل مهنية وعلى المنصات الرقمية. زوروا موقع الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية راديو الجزائر 1DZ/بوم.
نشط البحر مرخدي حتى ينتصف ليلي. أشهد عليا يا نجوم السماء ولا رشد ليلي. أشهد عليا يا نجوم السماء ولا رشد وزدتنوا الخيلين من عنده غزال ويحفظوا يحفظوا من عنده غزال ويحفظوا وانا غزالي راح يا ويلو خاطري بجمال I'm
زلاعي نغيب عندكم سنة ونحضر عندكم شهانة نغيب عندكم سنة ونحضر عندكم شهانة ولو خلف دموعي في عيونكم
بنادم لا تيسى الفرح وانك دمه شدايب منزولة في صورة الشر مروح من كان هايب منزولة في صورة الشر مروح من كان هايب يا مصعب الفرقة يا ناس انت العاب ليكم ترايب قلبك عمرك ما